ركبنا بقات كدور بينا ومن وقفت هيدا هي كتقدر هيدا وكتوقف من وقفت هيدا حتى دوك اللي قدامنا ضربوا في هذاك الدرع ديالها لا ديالها حتى هنا انا قلت لراسي يعني تضرب تضربنا في هذاك سيبنا بنادم سيب وهي بقات كدور اللي كيوصلنا داك الدرع اللي كتهز به كيتضرب فيه وكيتسيب وهي يعني ضربت الدوره هيدا وبنادم مسيب مضروب مسيب وهي باقا كدور وجوج العواول واحد العائله حاصلين الناس كيبغيو يوقفوها وهذاك ما كتوقفش بقات يعني تهزتني لابيلاس ومشيت بقينا هذاك شي ربع ساعه ولا ثلث ساعه وحنا مسيبين والناس كتغوص وما يا مقاتلين اما هذيك باغين جوج د العواول وهذيك العائله باغين يوقفوها باش ما توقع لهم شي حاجه صافي انا ما بقيت شي حاجه اخرى ما قالتش لي خاي كنا راكبين ما علينا ما بينا صافي راكبين كان يعني هذيك الالعاب هذيك اللعبه هذيك اللي مشي اول مره نلعبوها ولا حنا دائما كنلعبوا فيها ومهم في واحد اللقطه زادت الصوت ديالها السرعه ديالها زادت السرعه ديالها وقفت يعني هي كدور دايره صدقات كتدور واقفه صافي تما كنسمعوا الضربه الاولانيه في الكاروسه الاولى اللي قدامي انا الضربه الثانيه جات فيا وجات فيا الضربه صحيحه يعني تسيبت وبقيت واحد 3 دقائق ولا 4 تقريبا فاقد الوعي الساعه اللي في طنط جبرت راسي من رجلي ومن يدي موجهي الحمد لله على كل حال اخي هادشي اللي كان تقريبا شي ربع ساعه على حسب مدينه عامره انا عارف صيفيه والدنيا عامره ما يقدرش لومبيلونس ديو واخا تعيط تكلاكسوني واخا تعيط المهم بقينا شي قسمين تقريبا ولا 4 ساعه على تكون 11 دقائق 12 دقائق اللي عملوا هادشي وملي جاو جابونا السابينه في وسط لابيلونس وزائد ما كاين ودي الله يدي ما خلقوا السهل ما حنا صابرين مع هاد الناس ولا بغاو يصبروا معنا حتى هما خا دكتور بالمقدم ديال العابدين مدير بالنيابه ديال المستشفى محمد الخامس بطنجه توصلنا بواحد الاخباريه في الساعه الحالية 11:15 بان واحد كاينه واحد الحادثه ديال المانيج ديال في الالعاب تسقمنا على اثرها 20 حاله في الحين تم كان جميع الاطقم الطبيه الاختصاصيين في جميع الاختصاصات المتوفره في المستشفى كانت حاضره على المكان من 20 حاله المستقبله 18 حاله خرجت يعني تم اخلاء السبيل ديالها بالتريتمون ديالها بالعلاج المتكرر تم احتفاظ بشخصين جميع الحالات ما كاينش حالات اللي في ديال الاطفال حالات جميع الاطفال جميع الحالات ديال البالغين جوج الحالات اللي بقى عندنا في المستشفى ديال تحت الملاحظه الى الغد ان شاء الله وما كاينش شي خطر ان شاء الله